السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم قناة علي تك، معكم علي النجار من القناة. النهاردة في الحلقة الثانية من بلاي ليست السيرفرات هنتكلم عن الابديت للفيرموير الخاص بالإلو فيرجن 4 أو الإلو فيرجن 5 أو أي إلو عندك عامة. الحلقة اللي فاتت الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الابديت للسيستم روم أو البويس بتاع السيرفر ذات نفسه اللي هو البرولينت دي ال 380 ايجنت 8. الشرح ده بينطبق على موديلات كتيرة قوي. اول حاجة هنعملها ان احنا نخش على اتش بي اي السبورت بتاع اتش بي اي، نخش على سبورت في طريقتين، في اكتر من طريقة، اتش بي سبورت سنتر، هكتب اسم السيرفر بتاعي تمام. عندي هنا اهو اتش بي برولينت دي، اختار داونلود سوفت وير، هاجي هنا مثلا في السوفت وير مثلا هختار ويندوز سيرفر 2016 او 2012 ويندوز سيرفر، ويندوز سيرفر هنا فين، ويندوز سيرفر ماشي، ويندوز سيرفر 2012 R2 مثلا وليكن. هنزل تحت السوفت وير تايب هختاره فيرموير، فيرموير هلاقي اكتر من فيرموير بيخصوا السمارت اري لحد ما الاقي الاونلاين، لحد ما الاقي اهو اتش بي انتجريتد لايت اوت او الو 4 اخر فيرجن بتاريخ 27 نوفمبر 2018 261 بي اي، اتك عليها. هعمل لها داونلود تمام، قلنا الفيرموير اهو هنعمل له داونلود. انا عملت له داونلود مره قبل كده هنا الو، عملت له داونلود مره هنا قبل كده تمام. نقفل هندلت ده عشان برضو ايه نبقى ماشيين في الخطوات مظبوط معاك. وبعد ما الداونلود يخلص زي ما احنا شايفين كده، نقفل الصفحه دي، الداونلود يخلص نعمل له اكزتراكت، اكزتراكتد وكذا اسم الفايل. هلاقي عندي هنا مجموعة من الملفات، الأكبر حجما أو اللي هو إلو 4261 هو ده الفيرموير. الريد مي هنا بيقول لك إن ده بيصلح لسيرفرات إيه. هتتأكد بقى طبعا لو أنت جايب مصدر آخر زي السبورت، بدل ما أكتب السيرفر أكتب إلو 4 هتتأكد، وتدون الملف من آخر فيرجن هتتأكد إن السيرفر بتاعك موجود هنا. هنا مثلا في حالتنا دي مثلا هنا هو السيرفر بتاعنا 380 اي جي 8 تمام. دلوقتي هنخش نحط ال الاي بي ادرس عشان نخش على الالو. الاي بي ادرس كي نفتح البراوزر بتاعنا بنفتح الالو ويب، نعمل كونكت على الشبكة اللي هو فيها سوري. تمام زي ما احنا شايفين كده، خليكوا فاكرين ان الفيرجن بتاعتنا دلوقتي 1.4 من 2014. الواجهة بتاعتها زي ما تشوفوها هتتغير تماما بعد الابديت عفوا.
لسه بيعمل لودينج. تمام، ادي الالو 4 دي الواجهة القديمة زي ما انتوا شايفينها، هتتغير تماما. فيرجن كام؟ 1.4، هتبقى 2.61 دلوقتي. ده هنا نشوف الفيرجن بتاع الالو اهي، هنعمل لها ابديت، هنخش على ادمنستريشن، فيرموير، تشوز فايل، هنروح الو، وزي ما اتفقنا هنختار البيم فايل. اوكي، ونعمل له ابلود. اوكي، بدأ يعمل ابلودنج للفيرموير ايمج. تمام، بيعمل تشيك سيكيور ديجيتال سيجنتشر. في حاجة غريبة في البراوزر، مش بيجيب البروجرس، لا جابه في الابلود ولا جابه هنا. تمام، كويس، البروجرس جه اهو، بيعمل فلاشنج للايمج. زي ما احنا شايفين الفيرجن الخاصة بالإلو هنا اهي. هننتظر لحد ما يكتمل. هيسعدني جدا تلقي اقتراحاتكو او استفساراتكو على في الكومنت. اي حد عايز يعمل يسأل استفسار عن اي حاجة تخص السيرفرات، انا تحت امره، اقدر افيده بخبرتي المتواضعة. دلوقتي البروجريس وصل 54%.
95%، 96%. تمام كده يا جماعة، هو هنا كده خلص. هو بيقول لك ايلو از بينج ريسيت وذ نيو شينجز، اف ان كونكشن ايرور مسج ديسبلاي بليز كلير يور براوزر كاش ريستارت يور براوزر اند لي لوجن ذا اوبريشن مي تيك سيفرال مينيتس. تمام كده، هننتظر شوية. يا دوبك بضع دقائق. لو حد سمع الصوت ده، اعتذر يا جماعة، ده كان صوت الفان بتاع السيرفر. اوكي، نقدر دلوقتي هنا بيقول لي كونكشن تقوله كانت بي انستابليش اوف يور. ماشي، نعمل ريفرش بقى. تمام، شايفين دي الواجهة الجديدة، الانترفيس الجديدة بتاعته، وده مكان اللوجن نيم ومكان الباسورد. هنا نقفل تاني ونفتح. ننتظر التحميل. تمام، connection with Elo cannot be established if you change to network configuration you may need to refresh this page or re هنعمل الكاش، هنمسح الكاش للبراوزر زي ما قالوا لنا، او نشوف الفايرفوكس. ناخد الادرس، معلش، 3 79 74. اوكي، ادفانسد، اد اكسبشن. دلوقتي زي ما احنا شايفين بروبلم ويز امبيدد فلاش، الو سيلف تيست ريبورتد بروبلم ويز امبيدد فلاش او اس دي كارد، مفيش فيو ديتيلز اون دايجنوستيك بيج. تمام، ما كانش في اساسا. هنشوف، هنعمل تيست على الموضوع ده. دي يا جماعة الفيرجن الجديدة بتاع إلو. بالابديت بالتاريخ اللي هو نوفمبر 2018 زي ما شفناها في اول الفيديو. في نهاية الفيديو اتمنى ليكم كلكم التوفيق ان شاء الله في حياتكم العملية. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.